عاوز اقول لك يا برنس، ما تتفرجش على ماتش بلجيكا ده، لان ماتش بلجيكا ده هيبقى بلاس 18 حرفيا يا برنس. وانا هحكي لك دلوقتي على اللي هيحصل في ماتش بلجيكا يا برنس، وركز معايا. بص بقى، في اول ربع ساعه يا برنس احنا هنبقى ضاغطين على بلجيكا ضغط عالي جدا، ولكن بلجيكا يا برنس هيبقى قاعد لنا بقى ايه ومستني هتعملوا ايه في الاخر. بلجيكا في اول هجمه ليها يا برنس هتسجل جون عن طريق الوحش لوكاكو يا برنس، وبعد كده يا برنس احنا هنتراجع. ما هو جابوا فينا جون، اللعيبه بتاعتنا هتريح. بلجيكا اول لما تينا هنريح هيروح رازعيننا الثاني والثالث، وبعد كده يا برنس الشوط الاول هيخلص 3-0. هننزل الشوط الثاني برضه حته الحماس الشباب هنضغط عليهم، وبعد كده هيجينا ضربه جزاء ومحمد صلاح هيضيعها يا برنس، ده اللي واقف في الجون كورتوا يا برنس، احنا مش هنعرف نجيب في جوان ده اساسا. وبعد كده يا برنس بلجيكا هتمسي علينا يا برنس بالجون الرابع في الشوط الثاني، والماتش هيخلص 4-0. وافتكر كلامي كويس، لاول مره في تاريخ كاس العالم يا برنس هيحصل اربع احداث يا برنس، لاول مره يحصلوا في تاريخ كاس العالم، وانا هعرفهم لك دلوقتي هم ايه. لاول مره يا برنس في تاريخ كاس العالم اقامه كاس العالم في دوله عربيه زي قطر يا برنس. تاني حاجه يا برنس، هي اول مره تحصل في تاريخ كاس العالم اقامه كاس العالم في نص الموسم يا برنس من الدوريات، واول مره يحصل يا برنس النظام دوت غير في كاس العالم 2022. ثالث حاجه يا برنس، لاول مره تطبيق تقنيه التسلل الالي يا برنس. خلاص بقى فكك بقى من اخطاء الحكام والشغل ده، بقى في تسلل الي يعني مش هنشوف اخطاء تحكيميه. ورابع حاجه يا برنس، لاول مره يا برنس ملاعب كاس العالم هتكون مكيفه يا برنس، دي اول مره تحصل يا برنس، لان قطر في الوقت دوت الجو حر، وكل الناس اللي جايه من حول العالم كلهم متعودين على الجو ساقع، فخلوا لهم الملاعب يا برنس مبرده. ايه المتعه ديت؟